احنا عارفين طبعا ان هنا في مصر مسحة كعب الرجل اللي هي عشان نشوف لو في اي امراض وراثية هي دي اجبارية هنا في مصر. هل دي كافية ان احنا نكتشف امراض التمثيل الغذائي، ولا طبعا زي ما حضرتك قلتي انه ممكن لو شكينا في حاجة فبالتالي نعمل باقي الفحوصات؟ بصي، هي دي بداية. يعني هي دي بداية، لان انت بتلقطي احنا هنا في مصر بنعمل ايه بالعينة دي؟ بنشوف فيها اهم مرض محتاجين نشوف، من اهم الامراض، مش اهم، من اهم الامراض، تمام، اللي هو البي كيو. ناس كتير قوي تسمع عن البي كيو بس مش عارفه احنا ليه او الدوله ليه اختارت انها تكشفه بدري قوي وتلقطه بدري قوي مع المواليد. ليه رب؟ لان المرض ده بيبقى هو سببه ايه؟ سببه تراكم الفينايل الانين في الجسم. ده واحد من الاحماض الامينيه اللي في الجسم بتاعه البروتينات اللي ناتجه عن تكسير البروتينات. يعني هتاخدي بروتين هيطلع منه فينايل الانين. الفينايل الانين بيشتغل عليه انزيم معين، خلاص الانزيم ده مش موجود او ناقص، فيبدا الفينايل الانين يتراكم في الجسم، يتراكم في الجسم، يعمل لي شويه اعراض. الاعراض دي للاسف بتبقى اعراض تاخر حركي، تاخر عقلي، تشنجات، صغر حجم الراس، فرط حركه شديده، اعراض للاسف الشديد. يعني بس للاسف يعني الاعراض دي بتظهر في سن مبكر يعني، ولا بتظهر متاخر بمرور الوقت؟ لا هو خلاص هو من الاول هيبقى في عنده تاخر حركي وتاخر عقلي وتشنجات من الاول. بس ايه المشكله؟ ان انت لو عالجتيه من الاول، بمعنى اصح قللتي البروتينات اللي بياخدها او اديتي له كميه معينه بحيث ان انت تقللي الفينايل الانين اللي انت بتديهوله، الطفل ده هيبقى طبيعي. يعني انت ممكن تنقذي هذا الطفل من انه يبقى الطفل عنده تاخر حركي وعقلي وتحوليه لطفل طبيعي تماما.